Salut à tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube Le Monde du Fleu. أعزائنا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم على قناتنا Le Monde du Fleu والتي من خلالها سنقدم دروسا تدعيمية في تعلم اللغة الفرنسية بطريقة سهلة ومبسطة. فإلى كل من لديه رغبة في تعلم هذه اللغة، إلى كل من يجد صعوبات في قراءة كلماتها ونطقها وكتابتها، إلى كل ولي تلميذ خاصة من يريد متابعة ابنه في مساره الدراسي ولم يجد الطريقة المناسبة، فها هي الفرصة بين يديك اليوم فلا تفوتها. فإلى كل هؤلاء عليكم مشاهدة قناتنا لتتحسن مستواكم. ولنبدأ درسنا الأول بسم الله على بركة الله، وهو الألفابي، الحروف الأبجدية في اللغة الفرنسية، والذي يعتبر الدرس الأساسي في تعلم اللغة الفرنسية. نلاحظ الحروف الأبجدية في اللغة الفرنسية، يوجد 26 حرفا في اللغة الفرنسية. نلاحظ عزيزي المشاهد أن هناك كتابتان، كتابة المطبعية لكريتير دو لابريمري، وكتابة اليد لكتير دراما. هناك حروف كبيرة وهناك حروف صغيرة. إذا في اللغة الفرنسية يوجد كتابتان، لكريتير دو لابريمري، لكريتير دو لابريمري سيني كريتير إكريتير إكريتير أون سكريبت، وكتابة باليد écriture en cursive, écriture en cursive. Les lettres de l'alphabet sont au nombre de 26. Les حروف الأبجدية في اللغة الفرنسية عددها 26، وهي A A B B C C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. وتستعمل هذه الحروف الكبيرة في بداية كل جملة، أي au début de chaque phrase. Exemple: ce garçon est intelligent. Ce garçon est intelligent. هذا الطفل ذكي. Donc la phrase, on a commencé la phrase par une grande lettre, une majuscule. وكذلك تستعمل في أسماء العالمي لنوم بروبر، أسماء خاصة بشخص معين أو حيوان معين أو شيء معين. مثلا شخص معين، باغ إكزومبل، مثال فريد، فريد. دونك فريد سي تان نوم بروبر أن شيكون بيرسون، خاص بشخص معين، فيكتب بالحرف الأول بحرف كبير. مثال مينو، مينو
C'est un nom d'un chat. Minou, c'est un nom d'un chat. هو اسم قط يسمى مينو. دونك يكتب بحرف كبير. وكذلك البلدان، مثلا ألجيري، الجزائر. ألجيري، الجزائر. دونك لو مو ألجيري سي ان نو بروبر ا ان سول بيي كي نوتر بيي اي سيكريف افيك اون ماجيسكيل اون غروند لاتر. اما الحروف الصغيره، الحروف الصغيره فهي الاكثر شيوعا واستعمالا في اللغه، في كتابه الكلمات باللغه الفرنسيه. دون لافابي il y a six lettres qu'on les appelle les voyelles. A, E, I, O, U, Y. Les voyelles. الحروف نسميها بالعربية الحروف المتحركة، لأن لوحدها لها صوت، لوحدها لها صوت. A I O U E I Y. Donc, on les appelle voyelles. La lettre toute seule, ça sonne, elle sonne, elle sonne toute seule. A I O et ainsi de suite. Ce sont A A E I, O, U, une Y. هذه ستة حروف تسمى الحروف المتحركة. أما الحروف المتبقية les autres lettres B, C, D, F, G, H et ainsi de suite نسميها les consonnes. Les consonnes, الحروف الصامتة، الحروف ça sonne pas يعني أي ليس لها حركة، ليس لها حركة مثل الحروف الستة هذه، لكن تصبح متحركة عندما أضيف لها حرف متحرك. Donc elles sonnent lorsque j'ajoute une voyelle. Par exemple, مثال ب، لو ب عندما أضيف لها لو أ سا دوفيان با. لو ف، لو ف بلوس باغ إكزومبل لو إي زائد الإي متحرك، لا لتر، لا لتر، لا فويال إي سا دوفيان في. لو إن، ل plus par exemple le O ça devient l'O. Donc les consonnes sont en nombre de 20. الحروف المصامتة عددها 20. أما الحروف المتحركة فعددها 6 حروف. وفي الأخير عزيزي المشاهد، لا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك وتفعيل الجرس ليصلك جديد قناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.